النشاطات اللي كانوا يقوموا بهم أحزاب مش معترف بهم، حكومة ما تعترفش بهم، وبورقيبة ما يعترفش بالأحزاب هذوما، مش لدي شيء، لأن يعني بورقيبة عنده فكرة واضحة، فيزيون تاعو واضحة ياسو. الحزب يقولك أنا بورقيبة وصلت عند عملت حزب وصلنا الاستقلال، حزبي وصل الاستقلال، عمري ما خذيت رخصة عند حتى حد، عملناها بلاش رخصة. علاش الجماعة هذوما يحبوا رخصة؟ يعني ما يمثلوش حاجة كبيرة إذا ديما يحبوا في رخصة. هذا التفكير بحيث فتح الأفاق هذا يجعل اللي النشاطات متاع الميب والنشاطات متاع الحزب الشيوعي والنشاطات متاع الام دي، ما كانش ام دي، الحركة الديمقراطية الاشتراكية بدأت تتكون حول سي حمد المستيري بالخصوص، فهمت؟ بدأت الدولة، يعني الحكومة مش دولة، دولة حاجة والحكومة شيء ثاني، فهمت؟ الحكومة بدأت تتسهل معاهم، يعني نغضوا الطرف، ما عادش نتبعوهم ياسر، ما عادش نقلقوهم في الاجتماعات نتاعهم، ولكن اللي يجب تقنعه هو الحبيب بورقيبة. مشى محمد بزالي وقابل هو مش الكعلي الظلم، وقابل الرئيس بورقيبة وحكاوا له الموضوع وبينوا له اللي يحبوا يوسعوا وكذا، قال لهم ايش به، وعمل الخطاب الفامو خطاب تاع 10 افريل اللي يلزم تشريك كل التونسيين، ما لازموش نخلوا تونسيين على جهه ونعتبروهم على اساس انهم يتفهموا للمسيره هذه اللي هي ماشيه في طريق بناء مجتمع تونسي وطني. واش يقول؟ مراش مانع لنشط لنشطاء سياسيين ما ينسجموش معنا، مثالش معليش هذوكم اولادنا وينجموا يتحدثوا ويحكيوا فهمت لا ويجتمعوا، مراش فيه مانع. وقت اللي فينا الاجتماع تاع بورقيبه مع محمد مزالي جماعه، قلت ما هو بورقيبه مثل موجود، ها واش قال؟ تحبوا الفتنه الداخليه؟ قلت لا مش فتنه، اما اسهاب. قال لي راهو تمشي للفتنه. انا قال لي هذه عقيدتي، قال لي من فضلكم انتم في اتباعي، انا من اتباعه، انا من اتباعه ما انكرش هذايا، انتم اتباعي سامحوني في هذه المساله هذه مادامي انا حي، خلوني بلاش ديمقراطيه وبعد عملوا يظهر لكم.